ديالو تما بالبادج تما الصحفيين هو جاوب قال لك هو كوتش مونتال. كنظن بان كوتش مونتال باش الواحد يولي كوتش مونتال خصو يقرا بزاف، وهذا علم من الناس اللي بغاو يديروه خص يكون عندهم باك بلس 10 ولا باك بلس 11 ولا شوف شحال ما عرفتش شحال باش تولي كوتش مونتال. السي البخاري ممثل تنشوفوه ولكن ما عنده علاقه بكوتش مونتال. انا عيطت على السي الناصيري وهضرت معاه وقلت ليه واش درتو كوتش مونتال عيط، حيت هو قال في الفيديو ديالو بان المكتب عيط عليه. انا الناس في المكتب ثلاثه راه انا هضرت معاهم، هضرت مع الرئيس سعيد الناصيري قلت خويا احنا ما كنعرفوه ما عندنا به علاقه ما عمرو ما جا لعندنا ولا دخل عندنا ولا كنعرفوه. هذاك السيد بحاله بحال لي زوطخ، الا كان هو كيجي باش يتصور مع اللعابه وصحابه وداك الشيء ما حقه ما نلوموش، ولكن باش تغمق علينا وتقول لنا كوتش مونتال، انت ماشي كوتش مونتال انت ممثل. اذا البادج اللي خديتيه حنا هضرنا على الصحافه، الا شي واحد عطاك شي بادج اخر باش تدخل ولا اللعابه، انا هضرت مع اللعابه وهضرت مع الطاقم التقني وهضرت معاهم، واش هذا السيد كيجي كيدير لكم حصص ديال كوتش مونتال؟ حنا ما عندنا به علاقه، فنان عزيز علينا كيجي يشوفنا يتصور معنا ونبينا عليه الصلاه والسلام. هضرنا على جوج ولا ثلاث الحوايج اللي عنده من الرمزيه، هضرنا بالقانون، حنا ما سبينا انا ما عيبته ما سبيته ما نقدر نجري معاه ال 10000 ونجري معاه الماراثون، انا ما عنديش اشكال في الحياه حيت الحمد لله كرشي خاويه، غير المستوى ضعيف جدا فاش واحد كيدخل وكيبغي يتحامى ويبدا يهضر على العائله وعلى بنت اختك ماها. انا ما عندي حتى شي بنت اختي سميتها ماها، ها واحد، وانا شرف كبير ليا ان بنت اختي تخدم في الوداد لانها كتخدم في الوداد العالمي. غير هذيك السيده اللي كتهضر عليها انت الا خدمت في الوداد حتى تستحق، لان عندها ماستر في اعلام والتواصل كتهضر اربعه اللغات وعندها اجازه مهنيه في الصحافه. الا خدمات تستاهل، ماشي حيت بنت اختي ما تخدمش غير باش نحيد الناس مراد مراد بهذا الشيء ديال خدم. وانا عمري ما جيت طلبتك وقلت لك البخاري خدم ليا بنت اختي ولا خدم ليا لعب ليا ولد اختي ولا. انا في الاحترام انا وياك، انا ما نجبدش الاسره وما نجبدش العائله وما ندخلش معك في هذه الحيتيات، لان هذا مستوى طايح بزاف. اما داك الشيء ديال الناصيري كيكمل لك وداك الشيء عبد الناصيري هو اللي يجاوبك، انا ما نجاوبكش حيت انا المستوى ديالي طالع باش نجاوب على هذا النيفو هذا. ما جمهور الوداد حيت الودادين تقلقوا، الوداد حتى واحد ما يهضر عليها، حتى واحد ما عنده الوصايه باش يهضر على الوداد. الوداد البيضاوي وداد كبير، جمهور عالمي، اللي بغى الوداد كليكي عليها في جوجل ولا في يوتيوب ولا يدخل بين سبور في العالم كامل وغيعرف شكون هي الوداد. حنا هضرنا على الشخص ديال البخاري، هضرنا معاه بالاحترام، طرحنا عليه اسئله، شكون عطاك البادج، اش كدير تما، الرمزيه ديال كاس العرش. انت اختاريتي اسلوب مستوى طايح باش تجاوبنا، حنا المستوى ديالنا عالي، واخا راك عارف من الوجه الاخر. لا انا ولد الشعب، انا من قلت لك انا ساكن في الفيلا راه ولد الشعب، راه ستاد فيليب، انا راه كبرت ستاد فيليب وعشت ستاد فيليب ولعبت في تويسعه وفي درب التور، والكليكي على درب التور وتويسعه راه يقولوا لك ولد الشعب انت، انا والتيران اللي كتهضر عليه انت يا هذاك اسلوب باسل، اسلوب راه كبرنا احنا في ستاد دونور وفي كاع التيرانات، وماشي غير كاع التيرانات في المغرب، في المغرب وخارج ارض الوطن، في العالم كامل احسن تيرانات في العالم مشينا لهم وحضرنا لهم. ما ندخلوش لهذا المستوى، لاننا احنا في الراديو ما مسموحش لنا باش نبقاو نجاوبوا، احنا هنا باش نجاوبوا الناس، ولكن المستوى فاش كيطيح ما عندنا ما نديروا. صبرا جميلا، غير ما تدخلش وما تتحاماش في الوداد وفي جمهور الوداد، راه حتى واحد ما دارك وصيه عليهم. الوداد كبيره والجمهور ديالها عالمي، بقاو في اتساع، حنا كنهضروا على الشخص. اون بليس السي البخاري انت راه ماشي زميل ديالي، وانا ما عنديش الحق نعيط عليك ان فخر الدين ولا عبوب ولا سعيد الصديقي ولا ابرامي، الناس خدموا معنا. عبوب خدم معنا واحد 4 سنين ولا 5 سنين و فخر الدين جا وخدموا معنا، مشى. واش دابا يا فخر الدين زميل ديالي؟ نحشم نقول انا فخر الدين زميل ديالي، ولا عبوب زميل. هذوك الناس لعبوا الكره في اونيفو محللين، جاو داروا خدمتهم، جابوا الله اللي جاب لهم الله خدمه اخرى مشاو. بخاري انت ممثل فنان، جيتي خدمتي معنا واحد لابيريود تخلصتي مشيتي في حالك، اذا انت ماشي الزميل ديالي. الزميل ديالي انت ما عندكش علاقه بالزماله ديالي، ولا انت خدمتي معايا في واحد المؤسسه كمتعاون خارجي ومشيتي في حالك، اذا انت ماشي زميل، انت ماشي صحفي، انت فنان ممثل. غير فاش الواحد يبغي يعطي المعلومات، الرئيس ديال فرنسا راه ما عندوش 25 عام،
عنده 40 عام غيكمل في 21 ديسمبر، ووزير الثقافه ديال السويد راه عنده 43 عام، واللي قبل منها كانت عندها 32 عام. اللي بغى يعطي المعلومه يعطيها صحيحه، الله يجازيكم بخير. وهذه دا واحد الناس كيسولوا، ما انا والله ما كنت غنجاوب، انا عندي جواب اخر، الا بغاو الجواب اخر في بلاصه اخرى انا واجد، يقول لي فين ونجي، ما عنديش اشكال. ولكن الخير فيما اختار الله. الناس كيهضروا بزاف، انا ما بغيتش نخلط بجمهور الوداد، والوداد حيت هادو كبار ما نهضروش عليهم. وانا راه نعاود نقولها، انا افتخر ان عندي بنت اختي تخدم في الوداد، واخا هي ما بقاتش خدامه في الوداد، حيت حنا في المغرب اللي عنده الكومبيتونس وقاري خبقوا وتبعوه، صحابه سالته ما قارياش، وراه عنده ماستر في اعلام التواصل، الله يجازيكم بخير. وهذا